لكن رئيس تبول الآن للأسف الشديد مربوط، مربوط بالعدالة، لأنه ما يقدرش يتعدى العدالة، لأن القرارات ليست قرارات نهائية، لازم المحكمة العليا تفصل في القرارات النهائية، يصبح حكم قضائي نهائي. هنا يصبح رئيس الجمهورية من صلاحيته إصدار عفو أو إصدار قانون مصالحة، أحكام نهائية. والآن تبون نفس الشيء عنده مشكل، يعني اللي هو نفس الشيء كبير، هو أنه يبقى له مشكل مع جماعة بوصبع الأزرق اللي يعتبرون أنفسهم باللي هم الذين أوصلوا تبون لقصر المرادية وهم ما عندهم حتى علاقة. يقول لك احنا اللي وصلناه، ها في الفيسبوك خطيتي الجماعه يقول لك احنا اللي درنا تبون، يقولوها تهضر معاهم يقول لك احنا اللي درنا تبون، احنا جماعه بصبع الازرق اللي درنا تبون. يعني اغبياء مغرورين شايفين روحهم بلي هما اللي وصلوا تبون. اذا كانوا انتم اللي وصلتوا لتبون، ها جايه 2014 وتنحوه، ها جايه 2024، قلت ها جايه 2024، اذا قرر تبون الترشح في 2024 كونوا رجال ونحيوه. هايستي. إذن الجزائر تتعرض لمؤامرة، ويعني كتلي هذه المؤامرة هم البربر، لا أقول الأمازيغ، الأمازيغ الأحرار وحدهم، البربر معناتها الهمج، الهمج البربر المتطرفين الذين يستعملون الراية ويستعملون الثقافة الأمازيغية لأهداف وأغراض سياسية خبيثة. هذا التيار الأول. والتيار الثاني هم الإسلامويين الأغبياء الذين يستعملون غطاء وبرنوس الباديسية النوفمبرية لأغراض سياسية خبيثة ودنيئة. إذن هذين التيارين لربي بلانا بهم، في زوج أغبياء، في زوج جهال، في زوج طماعين، في زوج تيزانة تيطير للأسف الشديد. للأسف الشديد هذه حقيقة، لأنه يجيك واحد غبي هايشة يقول لك الأمازيغية خرافة، مشكل. هل كيفاش تناقش معاه؟ كيفاش تناقش مع واحد هايشة يقول لك الأمازيغية خرافة؟ وكيفاش تناقش مع واحد بربري هايشة يقول لك أنه العرب هذو جاوا من اليمن؟ من يعني ماذا يثبت أنك أنت أمازيغي؟ هل لأنك تتكلم الأمازيغية راك أمازيغي؟ هذا ليس معيار، هذا ليس دليل. مش معناتها أنك تتكلم القبيلية راك قبيلي، مش معناتها أنك تتكلم العربية راك عربي، هذا ليس معيار، ليس دليل، ما كانش هذا، ماهوش هو. لأنه اختلطت الأنساب في الجزائر، اختلط العرب مع الأمازيغ في الجزائر، وأصبحنا لا نفرق ما بين عربي وأمازيغ، بل الشيء الوحيد اللي يفرقهم هو جزائري أو لا جزائري. أي واحد جزائري انتهى، يجمعنا الإسلام وتجمعنا الجزائر. أما قضية العروبة والأمازيغية هذاك هوامش. أنا لا أؤمن بقضية الجزائر عربية، لا، الجزائر جزائرية. تقول لي الجزائر دولة مسلمة؟ نعم دولة مسلمة، الشعب 99 أو 98 أو 97% مسلمين الحمد لله، لكن لا ننكر ولا يعني ننفي أنه فيه ناس لا دينيين، ناس ملحدين، ناس مسيحيين، ناس يهود، ما عندناش مشكل، لا إكراه في الدين. واحد يقول لك أنا مش مسلم، تقول له بالسيف مسلم، مش مسلم باش تسالي، مانيش مسلم باش تسالني، الله يسهل عليك، مسيحي يهودي، المهم انك جزائري وتؤمن بوحدة التراب الوطني، هذه هي الاساس. اما واحد يقول لك يا خويا قول انا عربي، يا ربي يا مزيغي كيف تقول له قول عربي، مين هذا الزايده، هذا هايشه سيد، يقول له انا مزيغي، يقول له لا قول انا عربي، يا حمار هذا يقول لك انا مزيغي، انا امازيغي مانيش عربي، تسالي يقول لي عربيه مش عربي، شغل انا يجيني واحد محند والله يجيني مش عارف انا يا مقران يقول لي يا بن زديره قول انا امازيغي، يا زايد انا مش امازيغي انا عربي، انا جلفاوي مانيش قبايلي، يا سيدي تحوس ترجع لي بالسيف جاي قبايلي، انا جلفاوي زدت في الجلفه وتربيت في الجلفه ونعرف القايطه والقهوه والقنايه ونقول القا ما نقولش الغا، ما تجيش تفرض عليا
ثقافة وتقاليد وعادات دخيلة بالنسبة لي أنا، لكن هذا لا يعني أنني أنكر خصوصيتك. أنت أمازيغي أمازيغي، أنت عربي عربي، أنت شاوي شاوي، أنت سموه مزابي مزابي. لازمنا نحترمه اختلاف اختلاف الديانة واختلاف اللغة واختلاف العادات والتقاليد، هذه رحمة، الاختلاف رحمة. ما يهمنا هو أننا جزائريين، يجمعنا وطن واحد، نخاف على أمنه واستقراره، ونحافظ على وحدة ترابه. هذا هو الأساس. يوميا أعاني، يتعرض حساباتي لي التشويش والغلق، ويعني لدرجة أنني فتحت تقريبا حوالي ما نقولش ألف، لكن حوالي 100 ولا أكثر من 100 حساب في الفيسبوك. كل مرة كانت عندي قناة في اليوتيوب نفس الشيء غلقوها، عاود فتحت واحدة غلقوها، وهذا القناة مش اللي راني ندير فيها البث المباشر، القناة الرسمية اللي فيها 450 ألف هذيك راهي القناة الثالثة، لأنه القناة الأولى اللي كانت عندي في 2014 تقريبا إلى غاية 2017 غلقوها، ثم فتحت قناة ثانية ثم ثالثة ورابعة، يعني كل مرة. الشيء اللي حبيت نوصل ليه هو أنني أتعرض لهذه المضايقات، لكن الحمد لله لم أيأس، ومش رايح يعني نتوقف على نشاطي، وما همش رايحين هذا النوع من يعني من الأغبياء من الجبناء يوقفوني عن نشاطي، لأنهم حاولوا بكل الطرق أنهم يمنعوني من النشاط، والحمد لله فشلوا. لا تذكروا في 2017 2018 2019 2020 للأسف الشديد كانوا جماعة من المخابرات، نعم كانوا يعني بصفة مهيكلة يترأسهم الخائن العميل الجبان طيط طيط كمال كانيش، ثم فيما بعد أصبح معاه وسيني، وكانوا يستعملوا في خائن وعميل اللي ربي سامحهم كلهم في السجن الآن، اللي هو غربي صلاح الدين اللي تم ترقيته إلى رائد للأسف الشديد، كان كابيتان ومن بعد طلع كوموندون، ربي سامح اللي عاونوا باش ولا كوموندون، ربي سامحه على باله بروحه. أصبح هذا الرائد غربي صلاح الدين الخائن هو الذي كان يقود فريق، نعم فريق من الهاكرز وفريق من التقنيين، خدمتهم الأساسية هي التشويش على بن سديرة، والآن راهو في السجن، الآن راهو في السجن العسكري والحمد لله.